اللي نازل عليه الضوء خلاص. حسحستي عبارة اللي انت حسحستي دي عبارة عن ايه؟ عن حركة خلاص. مين اللي بيحرك الذراعين في الحسحسة؟ مين اللي شبك الكفين؟ ها اللسان مين اللي بيحركه؟ يس. يبقى العقل بيجينه إشارات حركة من المصدر اللي تلقى وظيفته قدرته ومخلوق كده على تلقي هذه الحركة، السمع والأبصار والأفئدة، السمع والأبصار والحس. انت تقدر تبصي، انت تقدر تحددي الزمن، المسافة، الارتفاع بصدى الصوت، صح؟ الصوت تعرف ان الصوت حيسقع هناك ويرجع، فتكون تقيس المسافة حتعرفي خلاص. ونفس الحكاية تضربي الإضاءة فوق تخبط فتقيسي انه في صدى رضا خلاص. تمام. يبقى كل الحكاية حكاية، كل شيء انت بتشوفيه ده، كل شيء اللي انت بتسمعيه ده، كل شيء اللي انت بتحسيه ده انعكاس المعكوس لهذا، للي بيحس، للي بيسمع، للي بيشوف جاله من خلال الحواس بعتلك ايش شايف، ايش سامع، ايش حاسس. بس نفعل كده، هي دي القصة، حركة من ألف لباء. عندما قلنا إنه في ألف وباء، فهذه اسمها مسافة. بس يبقى الألف حقتك كن فيكون حقتك كان في بطن أمك خلاص. اها انطلقتي من الالف خلاص، ولا انت في حاله حركه لباء بس. والله مو جايب مانيول معاك لانه عالم الغيب والشهاده، الساعه علمها عند الله، ولا تدري نفس متى بأي أرض تموت ومتى تموت. يعني تعرف كل كل شوية يجي يقول لك العلم عند الله، الله ورسوله أعلم. العلم سمى نفسه العليم، العالم، عالم الغيب والشهادة. ايوه يا اختي، ما هو العلي يعني ايش؟ يعني منظور الفوق، هو شايف الدنيا من فوق من عنده، اللي هو شهد شاهده من اهلها من وجهة نظره، هو ده العلي، فما في اعلى منه ولا حاجة. هو في قوي في الاقوى منه خلاص. العلي علي، ما في غير كده. فلما يجيك الشيء أدركت وجود شيء، الكتلة، الحركة، الضوء، الصوت، إيش كمان أقولك؟ أدركتي خلاص، في إشارات جاتك أدركتي بوجودها خلاص.
هذا اسمه إنك أدركت وجود الله، أدركت الحياة، أدركت الحي اللي بيحركك. بس القصة قصيرة لأنه مسافة قصيرة بين السماوات والأرض، بس ها الطاقة جات هنا الأول، الحي نزل هنا الأول، حرك القلب كتلة ثابتة فتحركت بسطا، خلاص راس تمام وراحت يعني بسطا كده، يعني عطاء، هو ده عطاء الله، عطاء الحي، عطاء الحي الحياة، الحياة عملت كل الاتجاهات من ورا ومن قدام في كل الاتجاهات دائرة، هذا مركز الضخ حقها العطاء، تمام؟ alright. يبقى عبال ما جاء من هنا ألف المنطلق اللي انطلقت منه الحركة حقت القلب اللي هي البسطن من ألف لباء، عبال ما جاتك كده خلصت خروجها، لأنه خبطت هي طالعة جاية من مثلا جاية من هنا، خبطت هي طالعة جاية من هنا، ايه شكل مخروط ياها، خلاص تمام. هذا الشكل، ها خلاص هذا المجال حق الإدراك، خلاص الزاوية 180 درجة، نص فوق نص تحت، نص شمال ونص يمين، صارت كتلة جذعها ثابت فراح في السماء. الشعر بقى سيبي كأنه الشعر دحين شكله على تحت، بس انه حاسس من فوق، حاسس بكل الشكل المخروط ده، هو ده مجال كل ما وسعت الزاوية طبعا، بس هو كده كنت في شيخ رجلك نفس الحكاية، مخروطي بس جايك من تحت، ولو كنت مسلوحة على ظهرك فشختيها على فوق بجايك من السماء، بس برضو نفس الحكاية، منتصف ده فوقه وتحته عكسين بعض، ثلاثة نقط في هذا المستقيم، منتصفه القلب، ها؟ عن يمينه، عن يمين القلب الرأس، وعن شمال القلب العضو، هذا هو الخط المستقيم. دائما تحتاج اليمين والشمال عشان تسندي التوازن، عشان الحضنة، عشان الشيلة، دي عكس الدي، ودي محتاج الدي، وهم الاثنين مع بعض كلنا يد واحدة يا بهجر، خلاص؟ ما اعرف بقى حكاية البرمجة اللي حصلت لك the left side of the head, the left side of the mouth, the left side of the... لو الحكاية حكاية يمين وشمال يبقى اليمين النص الدائرة حقت القلب من هنا، الشمال النص الدائرة حقت القلب من هنا، صارت دائرة كلها، هو ده اللي أنا أعرف. Otherwise هذه أطراف، هذا مو الجسد، هذه كتلة في الشكل الخارجي اللي بينعكس عليه، هذا لحماية الطبقات كلها، دي ستارة الجلد، ها؟
لحماية ورعاية وعطاء وأكل وشرب وسكينة وكل حاجة حلوة للأخ المحترم الجسد الحقيقي خلقة الله ثلاثي الأبعاد ألا وهو القلب. خلاص هي دي كتلة الجسد وده اللي بتحاسب عليه بني آدم. حركة دا، نية دا، كلام دا، خلاص قال لك ربي حاسبني بالذي أملك ولا تحاسبني بالذي لا أملك. هو يعني حب عيشة خلاص، فيعني بيحاول مع باقي الحريم اللي تجوزهم بس هو ما يحب إلا عيشة خلاص. فراح قال له لو سمحت حاسبني على اللي أملكه، يعني أنا بعد بينهم بس ماني قادر أحبها هي بس خلاص. ففي حتة لا يملكها القلب، حركة لا إرادية، عضلة حركة لا إرادية خلاص. طيب يبقى الحركة اللا إرادية مين محركها؟ أشهد أن لا